خلي نبلش. احنا عندنا تصميم الشيف، طبعا هو كلش مهم. فاذا لاحظ هنا او كتعريف، بالنسبه تعريف بسيط بالنسبه للشيف، از ا روتيتنج ماشين element، يعني جزء من الماشين، او مثلا عندي جير بوكس فهو حيكون جزء الدوار بهذا الماشين، واللي يستخدم ترانسميت باور، يعني ينقل الطاقه من مكان الى اخر. يعني مثلا خلينا نفرض هنا عندي وورم جير، يعني على شكل جير على شكل حلزون، فينقل الباور من هذا الجير الى هذا الجير الاخر. طبعا يعني عن طريق انه راح يصير عندي هنا قوه وتورك، حيكون عزم وسرعه دورانيه، فبالتالي حيكون عندي باور تنقل عن طريق هذا الشفت، يعني اقدر انقلها من مكان الى اخر. فهي احد فوائد انه يكون عندي شفت. طبعا جميع المعدات، مثلا خلينا نفرض يعني عندي السياره او غيرها، فلازم يكون عندي شفت حتى ينقل طبعا الباور، وايضا يحمل بعض الاجزاء الميكانيكيه، مثلا يحمل عندي الجير، او مثلا يكون عندي البيلت. كنا احنا نتكلم عنها يعني بالفصل الثاني، تصميم الجير وتصميم البيلت وغيرها. فهذه احنا خلينا نحكي على الشفت اول شيء، نشوف شنو فائده وشلون راح نصمم، شنو اللي نركز به بالنسبه للشفت. فاحنا اللي نركز به اذا نلاحظ الشفت، هو يتكون من دايمتر يعني قطر، فالتصميم راح يكون على اساس الدايمتر. يعني انا احسب اغلب شيء انه اوجد الدايمتر مال الشفت. طبعا نشوف الماتيريال اللي انا استخدمها بالنسبه للشفت، لازم تكون بها هاي سترينث حتى تتحمل يعني المقاومه العاليه بالنسبه للاجهادات والظروف التشغيليه اللي تمر بها يعني الماكينه اللي عندي. ايضا لازم تكون جود ماشينابيلتي، يعني يكون عندي عمليات تشغيليه بالنسبه للسطح تكون جيده، يعني تكون مثلا ثقيله او ما بها اي متروءات، او يعني لازم يكون جود ماشينابيلتي. لو نوتش سنسيتيفيتي فاكتور، هاي تكلمنا عنه بالمحاضرات السابقه. طبعا هذا قيمه الكيو اللي لازم تكون يعني مو جدا عاليه، من تكون جدا عاليه راح يصير عندي تركيز للاجهادات، فبالتالي يصير عندي فشل. فانا كمصمم لازم اركز على هاي الشغله، انه ما يكون عندي قيمه السنسيتيفيتي فاكتور اللي هي النوتش، اللي يقصد بها هاي الحافات الحاده اذا تلاحظون هنا، يعني هاي المنطقه، هاي مثل الركز هنا، او هنا منطقه الجير راح يكون هنا عندي فلت وغيرها، فراح تاثر لي على النوتش سنسيتيفيتي فاكتور. لازم تكون قليله حتى لا تاثر عندي يعني على التصميم مالتي. وايضا عندي الجود هيت تريتمنت، لازم تكون معالجه حراريه او معالجه حراريه جيده حتى يعني تحسن الخواص الميكانيكيه بالنسبه للشفت. وايضا لازم يكون مقاوم، هاي وير ريزيستنت، يعني مقاوم للتاكل، فيكون خصائصه لازم يكون مقاوم للتاكل، لان عندي دوران وعندي احتكاك، فهاي المنطقه حتكون يعني محتمل يصير عندي تاكل، فلازم يكون هاي وير ريزيستنت. يعني انا كمصمم لازم يكون عندي خلينا نقول الهاردنس مالته تكون عاليه حتى لا ياثر عندي انه لا يكون هنا يكون يعني يصير تاكل على السطح، فبالتالي يفشل عندي الجير. انا لازم يعني احاول اصمم انه يكون اطول عمر وما يفشل عندي. فهاي الشغلات اللي لازم انا اراعيها كمصمم اخليها ببالي حتى لا يفشل عندي الشافت. طبعا كمصمم انا لازم اعرف شنو الاجهادات الستريسز اللي موجوده على الشافت. فاحد الاجهادات اللي موجوده، او احنا قبل ما نفوت بهذا الموضوع خلينا نشوف الماكسيمم بيرميسبل وركينج ستريسز، يعني الاجهادات اللي مسموح بها. طبعا هاي بالكتاب يعني يقول نقدر ناخذها، اللي هي سيجما تي عندي بالتنسايل تكون 0.6 من السيجما واي او 0.36 من السيجما يو، يعني يقصد بها الالتيميت هذه سترينث وهي اليلد سترينث. ممكن اخذها هذه القيمه او ناخذ اقل قيمه من هذين الاثنين، يعني نقدر هذه القيمه او ناخذ هاي القيمه وناخذ اقل من الاثنين. يعني انا كمصمم اقدر اعتمد عليهم، اكثر يعني ما اقدر اخذ، لازم يكون اقل من هاي النسبه حتى اكون بالسيف سايد، يعني حتى ما يفشل عندي الشافت. طبعا قيمة التاو أيضا حسب الكتاب اللي عندكم، فرض قيمتها 0.3 من سيجما واي أو 0.18. إذا انطاك الفاكتور أوف سيفتي، نقدر احنا نستعيض عن هذا القانون، يعني ناخذ السيجما واي وعندي الفاكتور أوف سيفتي، فنقدر نحسب الوركينج يعني ستريس، يا أما التاو يا أما سيجما تي. فهاي تعتمد يعني حسب يعني الحالة أنت عندك كمصمم، فنقدر نختار يعني حسب هاي القوانين أو نعتمد على الفاكتور أوف سيفتي. انواع الاجهادات هاي طبعا كلش مهمه بالنسبه للشفت. انا عندي انواع يعني كثيره من الاجهادات تاثر، بس احنا راح نلخصها او نركز على اهمها، اللي هي اولا يكون عندي الشفت فقط ياثر على التورك، يعني يكون عندي
شفت، فيأثر عليه العزم جاي من التورك، وهذا التورك عادة يجي عن طريق البيلت أو يجي عن طريق الجير. هسه نشوف بالأمثلة. هاي بالنسبة للتورك، أول نوع من الإجهادات ممكن تورك أونلي، يعني فقط عندي تورك. بما أنه أنا عندي يعني قوة خارجية، فهاي القوة ممكن تكون تأثر عمودية على الشفت. يعني إذا كان عندي الشفت، يعني نجي هنا خلينا نفرض أنه عندي هذا الشفت نثبت بهاي الطريقة، خلينا نقول مثلا هو قلنا احتمال يكون عندي تورك، فهذا التورك راح يسوي لي يعني هنا شير ستريس على هذا الشفت، فاحتمال عندي يفشل. الشغلة الأخرى ممكن يكون عندي بيندينج مومنت، يعني تكون قوة هنا عمودية على هذا الشفت، وهاي القوة هتولد لي بيندينج، يعني هي تسوي انحناء للشفت اللي دا يصير عندي. فهنا أنا لازم هاي أخليها نظر الاعتبار إنه يكون عندي يا إما بيندينج أو فقط التورك. طبعا ممكن اثنيناتهم سوا، يعني يكون عندي كومبايند تويستينج والبيندينج مومنتس، يعني يكون عندي تورك وبيندينج بنفس الوقت، يعني يكون عندي تورك وبيندينج على نفس الشيء. بس نشوف بالأمثلة القادمة شلون احنا نتعامل ويا هيك نوعية من الأسئلة. آخر شيء عندي الأكزيال لودز، يعني إذا نرجع على الشفت. نعم، كل واحد عنده سؤال واضحة لهنا طلاب. يعني هذا الشفت تكون عندي اكزيال لود، يعني حيكون موازيه للشفت اللي عندي، يعني حتاثر بهذا الاتجاه، او ممكن الدش لي او هذا الجير، فلنفرض هنا عندي جير، فالقوه حتكون بهالاتجاه هذا، ان يكون عندي الجير مائل، يعني سطح ماله مو سبار جير، اكو عندكم هذا اللي هو الانكلايند، يكون السطح مالته مائل. فاذا نحلل القوه عند هاي النقطه فراح تكون عندي قوه بهالاتجاه. ممكن يكون عندي هذا الشفت مربوط عليه امبيلر، او يعني مثلا مروحه، فهاي المروحة يعني تكون بها قوة خلينا نقول بهالاتجاه أو عكس الاتجاه. يعني مثلا بالنسبة للسفينة، أنا عندي شفت وعندي هاي البيلر أو المروحة اللي تدفع السفينة، فعندي هنا مثل الثراست فورس، وهاي حتأثر بهذا الاتجاه على الشفت، وهاي لازم أيضا يعني نخليها بنظر الاعتبار هذا التصميم. هذا إحنا اليوم ما راح نتكلم عن هذا الموضوع، راح نتكلم على هذين الثلاثة طبعا، وبعد المحاضرة يعني الأسبوع القادم نتكلم عن الأكزيال لودز، شوف شلون حتأثر. هسه نجي انه فقط يكون عندي فقط مومنت، يعني تويستنج مومنت يقصد به انه يكون تورك. القانون اللي هو بصوره عامه تي على جي يساوي تاو على الار، هذا قانون بصوره عامه. فاذا ابسط هذا القانون، يعني حتى اشتق من عنده انه انا قلت اصمم على اساس الدايميتر، فعلى اساس هذا القانون نوعا ما انتم تعرفوه، تي هو التورك، الجي هو البولار مومنت اوف انيرشيا، تاو هو التورشنال شير ستريس، كلنا نعرفها، الار اللي هو الراديوس او هو دي على 2. فانا من قيمه الجي اقدر احسب الدايميتر مال الشفت ومن قيمه هذه الار. فالقانون مالتي بصوره عامه هذا، انا حستعمل هذا القانون من اجل اصمم بالنسبه للشفت يكون عندي فقط اللي هو تويستنج مومنت اللي هو التورك. فالتورك هنا حيساوي باي على 16 تاو في دي للاس 3. يعني احنا استعملنا هذا القانون، اشتقينا وعوضنا القيم فطلع عندي هذا القانون. شغلة مهمة، ما طول عندي تورك والشفت هو يدور، يعني عندي سرعة دورانية بالنسبة للشفت، فنقدر نحسب الباور. هذه قيمة البي هي الباور، الباور اللي تنقل عبر الشفت راح تكون 2 باي ان على 60، هاي تمثل اوميجا وهاي تمثل تي. قانون التورك بصورة عامة هو التورك، العفو، يعني قانون الباور هو التورك الاوميجا، فهاي قيمة اوميجا اوكي، وهاي قيمة التي، فهذا مو جديد عليكم. فهذا القانون اقدر استعمله إذا أعطاني الباور وأعطاني عدد الدورات الدقيقة، أقدر أستعمل هذا القانون حتى أوجد قيمة التورك. بعد ما أوجد التورك أعوضها هنا أحسب قيمة الدي للأس 3. طبعا لازم عندي التاو اللي هو البرميسبل شير ستريس، تورشنال شير ستريس. طبعا وحدات الآن قلنا بالآر بي إم هي دورة بالدقيقة، والباور حتكون عندي هنا بالواط، وهنا عندي التي هي نيوتن متر. مثل ما قلنا احنا الباور بالواط والان هي ار بي ام. زين، اذا كان عندي فقط بيندنج مومنت، احنا قلنا بيندنج مومنت تخيلوا سمبلي سبورتد بيم، وعندي قوه تاثر بالمنتصف، فاحنا القانون مالتي بصوره عامه هو المومنت على الاي يساوي سيجما بي على الواي. اذني القيم احنا نعرفها، البيندنج مومنت، المومنت اوف انيرشيا، قيمه الاي نعرف شلون نحسبها. بالنسبه للشفت سيجما بيندنج، الواي هي المسافة من النيوترال اكسس، يعني يكون عندي عندما نرسم هنا هذا الشفت يعني صورة دائرية،
فهذا النيوترال اكسس بالمنتصف، فهي هاي المسافه من النيوترال اكسس الى السطح الخارجي، فهي هتكون يعني طبعا قيمتها دي على 2، نعم قيمتها دي على 2. فاذا نعوض هاي القيم بهذا القانون راح يطلع عندي المومنت باي على 32 في سيجما بي في دي اس 3. فانا اقدر اصمم على اساس انه فقط عندي بيندنج مومنت، استعمل هذا القانون الباي على 32 ونعوض سيجما بيندنج هي البيرميسيبل بيندنج ستريس، لازم الجهادات اللي مسموح بها بالنسبه لهذا الشفت، والمومنت هو لازم ايضا نحسبه نطلع من السؤال او حسب الحاله اللي عندي. هسه هنا اذا ندمجهم الحالتين، يعني يكون عندي بيندنج مومنت يكون عندي تورك. فطبعا هذا النظريه اللي هي الماكسيموم شير ستريس هاي مو جديده عليكم، حكينا عنها سابقا بالمواضيع السابقه اللي هو هذا القانون تاو ماكس. اذا يكون عندي بيندنج ويكون عندي شير، فانا ما راح اعتمد على واحده منهم. يعني اذا كان عندي على نفس الشفت، اذا نيجي هنا نرجع للرسمه من جديد، هذا يكون عندي شفت فيكون عندي تورك ويكون عندي ايضا بيندنج مومنت، خلينا نقول هذه القوه تسوي البيندنج على هذا الشفت، يعني هذا الشفت خلينا نقول مثبت منه عن طريق البيرنج، فعندي تورك وبنفس الوقت بيندنج. فلازم اني اخلي ببالي انه عندي من يكون عندي بيندنج وتورك اروح على التاو ماكس، احسب قيمه التاو ماكس. التاو ماكس راح يكون هذا قانون مالته اللي هو ما راح يتغير، يكون ثابت عندي. نعوض يعني احنا هسه هنا بدنا نعوض، مجرد ما نعوض اللي البيندنج ناخذها من السلايدات السابقه، سيجما بيندنج شو تساوي؟ 32 على باي في دي دي للاس 3 المومنت كلها تربيع، يعني فقط نعوض التاو، ايضا نعوض هذه قيمته، راح نطلع هاي القيم خارج القوس ونبقي المومنت تربيع زائد تي تربيع. فهذه شو تمثل؟ هذه حتمثل يعني هذه القيمه اذا نرجع نعوضها هنا، يعني تساويها بالتاو ماكس، يعني هاي الباي دي تكعيب على 16 نجيبها هنا أنا. فهذا الجزء راح يمثل لي التورك، اوكي هذا راح يمثل لي التورك اللي هو شو يمثل التورك، يعني اكويفالنت راح احسب من عنده التي اكويفالنت. هسه حنشوف، فهنا أنا هذا الجزء كله شو راح يمثل؟ نقدر نرمز له بالتي اي. فالتورك اكويفالنت راح يكون جاي منين؟ جاي من المومنت ومن التورك العادي اللي هو اللي سلط على هذا الشفت، اوكي. فهاي قيمه التي اي اخذناها من هذا الاشتقاق، يعني احنا اشتقيناها. فبالحل او احنا كمصممين نجي نحسب التي اي شو راح تكون؟ جذر المومنت تربيع زائد التي تربيع، اوكي. هسه نشوف بالمثال شلون نحل. فالقانون اللي هو انا راح استخدمه هذا القانون اللي هو تي اي يساوي لنا المومنت تربيع زائد تي تربيع تحت الجذر وتساوي باي على 16 التاو في دي للاس 3. فهذا عندي قانون انا استخدمه حتى احسب قيمه الدي بالنسبه لل، اذا كان عندي نعتبر انه يكون عندي تي اكوفلنت، يعني يكون عندي تويستنج مومنت او التورك اللي هو اكوفلنت جاي من هذين القيمتين. طبعا هسه راح نجي نشوف بالنسبه للبيندنج، نعوض ونشوف البيندنج اللي هو اكويفالنت ام اكويفالنت شلون راح نحسبها. فلحد هنا احد عنده سؤال؟ حتى اذا ما عندكم سؤال نكمل. واضحه طلاب؟ فاللي يهمني انا احسب التي اكويفالنت اول شيء، وبعد احسب المومنت اكويفالنت. فحسب الماكسيموم نورمال ستريس ثيوري هاي اخذناها ايضا سابقا، هذا القانون مالته يعني سيجما بيندنج ماكس، اذا ترجعون على المحاضرات السابقه هذا القانون اقدر هم انا استخدمه ان يكون عندي بيندنج ويكون عندي تاو، ان يكون عندي شير، يعني يكون اجهاد جاي مين من التورك واجهاد جاي مين من البيندنج مومنت. فنعوض هنا القيم، يعني نجي نعوض البيندنج مومنت، هذا قيمه البيندنج، نجي نعوض قيمه التاو حيكون بهذا القانون، فبالتالي حيطلع عندي بهاي الصيغه هذا الجزء راح يمثل لي المومنت ايكوفالنت. هسه نجي نشوف، يعني بعد ما نحول هذا الجزء الى طرف اليسار راح يكون باي على 32 سيجما بيندنج ماكس في دي لاس 3، هذا يساوي التي العفو الام اكويفالنت اللي هو هذا القانون مالته. فانا من اجي احسب قيمه الام اي اللي هي الاكويفالنت، يعني هذا الجزء راح يمثل لي الام اي اللي هو اكويفالنت بيندنج مومنت، راح يكون الام اي يساوي نصف نفتح قوس مومنت المومنت العادي زائد المومنت اللي انا حسبته زائد التي تربيع كل هذا اللي تحت الجذر وتساوي باي على 32 من جبناها من هذا الاشتقاق. فانا هعتمد على هذا القانون فقط اشوفكم انه شلون استنتجوا هذا القانون اللي هو الام اكوفالنت، ليش يكون نصف الام زائد جذر ام تربيع؟
طبعا هنا عوض حسب النظريه هذه اللي هي الماكسيموم نورمال ستريس ثيوري. فانا اللي يهمني هذا القانون كمصمم اجي استخدمه حتى اوجد قيمه الام اي اللي هي الاكوفالنت بيندنج مومنت. هسه نجي على مثال تتوضح لكم الصوره بعد اكثر ان شاء الله. يعني مجرد احنا استعرضنا قوانين شنو الشيفت، اخذنا تعريف عن الشيفت وشنو الخصائص يعني الميكانيكيه اللي لازم انا اراعيها قبل ما اصمم. يعني مثلا الخواص الميكانيكيه يكون مقاوم للتاكل، يكون هاي سترينث، يكون مقاومه عاليه للاجهادات وغيرها. لازم يكون عندي معالجه حراريه ايضا حتى تحسن الخواص الميكانيكيه حتى لا يفشل عندي، يعني يكون شيفت قوي. يعني بالتصميم انا لازم اراعي هاي الامور. حكينا على الستريسز اللي تاثر على الشفت. هسه نجي على المثال يعني بصوره خلينا نقول ناخذ مثال شويه بصوره بسيطه. يكون عندي شفت اوكي سبورتد ات اندز، يعني مثبت من الجوانب البول بيرنج. طبعا هاي شغله ما حكينا عنها انه يكون عندي البول بيرنج يثبت الشفت. طبعا البول بيرنج راح نحكي عنه ايضا بالفصل الثاني، التصميم مالته شلون نصممه او شلون نختار البيرنج او البول بيرنج يعني مناسب بالنسبه للشفت اللي عندي. فهنا هذا الشفت يحمل سبار جير، يكون عندي سبار جير هنا ميد سبان. ايش يقصد بالميد سبان؟ يعني يكون بالمنتصف ينقل باور. احنا قلنا شفت ينقل باور، فهنا الباور اللي عندي 7.5 كيلو وات والار بي ان يعطيني 300. انا شو استفاد من الباور ومن الار بي ان؟ باور يساوي التورك في الاوميجا. اوكي الاوميجا هي جاي من اللي 300 2 باي ان على 60 لان هاي قيمه ان، وعندي هذا الباور هنا الباور، فاقدر احسب التورك. احنا قلنا التورك يعني عندي شافت ياثر عليه هذا التورك اللي هو الشير ستريس، فمن خلاله انا اقدر يعني احسب يعني بالنسبه للاجهادات اللي عندي احسب التورك ايكوفالنت والمومنت ايكوفالنت وعلى اساسها انا اصمم. فاول خطوه انه انا عرفت عن طريق هذين المعلومتين. يعني تيجي انت تحل او تيجي تشوف هذا السؤال تيجي على نقطه نقطه، يعني مثلا هاي النقطه انا اقدر احسب من عندها التورك. اوكي اجي احسب التورك. بعدها انه عندي البيتش سيركل بالنسبه للجير. الجير انا يعني شنو اللي عندي؟ هسه شوف السلايد القادم. دايميتر بالنسبه للجير، يعني انا عندي جير راح يكون الدايميتر مالته 150 ملم. اوكي الشافت از ميد اوف ستيل اند لابل شير ستريس. معطيني هنا بالسؤال شير ستريس 45 ميجا باسكال. فهنا انا من اريد اصمم انا اشوف شو معطيني بالسؤال؟ معطيني فقط اللوبل شير ستريس. فانا اجي اصمم على شير ستريس ما ذكر البيندنج. من ما يذكر البيندنج اجي اترك اعرف انه الفشل راح يصير عندي على الشير بالنسبه للشير ستريس. اوكي فهنا انا بالسؤال معطيني شير ستريس. اوكي اصمم على اساس شير ستريس. اذا انطاني البيندنج والشير ستريس لازم احسب الاثنين واشوف اكثر دايميتر عندي واختاره. يعني المطلوب هو اكيد بالنسبه للشافت هو الدايمتر وذا بريشر انجل. طبعا هذه بريشر انجل بالنسبه للجير، هاي اقدر احدد عليها القوه. هسه نشوف السلايد القادم شلون استفاد من البريشر انجل بالنسبه للجير. يعني هو السؤال ما تحكون بهاي الوضعيه، يكون عندي هنا بيرنج وهنا بيرنج وهاي الابعاد اللي موجوده، قيمه البي اللي هي 150 قلنا عليها البيتش سيركل دايمتر. الشافت هذا اللي انا مطلوب مني اصمم الدايمتر مالته، هاي الابعاد اللي موجوده عندكم. اذا نبدي خطوه اولى، طبعا هذا الجير اذا نجي نشوفه احنا قلنا عندنا شافت ثبت عليه الجير. فالجير انا اعرف هاي الاسنان مالته، طبعا هاي اللي تمثل البيت سيركل اللي هي السيركولار بيت، فهي هذا اللي يقصد عليه. يعني ما يقصد الدائره الخارجيه او يعني يقصد هذه الدي الى نهايه هذا السن، لا يقصد هذه الدائره. لان هذه الدائره يعني حيكون هذا الجير اذا اجي هنا نرسم حتكون دائره اخرى يعني تكمل هذا. يعني هاي الدائره حتكون مماس ويا هذه الدائره الموجوده. انا ما جبت عدله. راح يكون عندي هنا دائره طبعا راح تكون مماس مع هذه الدائره. هذا شو تمثل؟ الجير الاخر اللي موجود بالجهه المقابله. فاحنا راح نعتمد على السيركولار بيتش، فهي الدائره تكون المماس مع الدائره الاخرى بالنسبه للجير الاخر، لان انا اعرف الباور راح تجيني من جير اخر تنقل عبر هذا الجير. طبعا القوه اللي هتاثر هنا عندي بالنسبه لهذا الشكل اذا لاحظ هنا هي قيمه خلينا نقول دبليو، نسميها دبليو، فهي هتاثر بصوره مائله.
ليش؟ هو ذكر لي بسؤال اكو بريشر انجل، طبعا هاي البريشر انجل هي كلش مهمه، اعرفها اعرف قيمتها حتى اعرف القوه وين تاثيرها. اذا نجي هنا راح نشوف انه قيمه الدبليو تتحلل الى الاف تي اللي هي التانجنشال فورس، راح تكون مماس ويا هاي الدائره. طبعا الاف تي هي راح تسوي تاثر لي على التورك، راح يكون عندي التورك جاي من الاف تي، وايضا يكون عندي الاف نورمال اللي هو من الدبليو، طبعا نورمال فورس راح يكون الى الاسفل الى السنتر مع الجير. وانا اعرف البريشر انجل اللي هي الفا، راح تكون هذه الزاويه ما بين الاف تي والدبليو، فهذه البريشر انجل اللي ذكرها بالسؤال. فقيمه الفا يعني 20 ممكن 19 او 18 حسب تصميم هذا الشفت، فهو اعطاني اياها بالسؤال 20 اخذها 20 العفو حسب تصميم الجير، يعني كل جير الى بريشر انجل يحددوها. فهاي هي يعني احنا بتصميم الجير راح نحكي عنها اكثر، فاني اللي استفاد من عنده فقط هذا الشيء اللي هي الدبليو والاف نورمال والاف تي اللي هي تكون تانجنشال. التانجنشال فورس هسه اذا نجي نشوف، احنا قلنا اول شيء نحسب التي تورك، من ناحيه نحسب اللي هو الباور يساوي تورك في الاوميجا، نعوض هذا القانون نحسب التورك. هذا التورك بالنسبه لهاي القوه هنا وين راح يكون تاثيره يبين يعني، او هو شيء يمثل هنا التورك، هو التورك قلنا يساوي الباور نقسمه على الاوميجا مو صح؟ زين بالنسبه للفورسز هنا واحنا قلنا التورك يساوي الفورس في الذراع. زين هنا انا شو راح يكون يعني يا فورس منهم اللي راح تدخل بالنسبه للتورك، يعني الاف ان لو الاف تي لو الدبليو، واحد يقدر يجاوبني؟ يعني اذا نتخيل عندي هذا الجير هذا اللي تي، اي ناخذ التانجنشال فورس، خلينا نفرض عندي هذا الجير اوكي، هذا السنتر مال الجير، فعندي هاي المسافه اللي هي هاي المسافه راح تكون هي الذراع صحيح، اللي هي قيمه البيتش سيركل اللي هي دي انطاني اياها بالسؤال على قيمه دي على 2. فالذراع فالاف تي في هذا الذراع يمثل التورك، الاف تي في الذراع هذا راح يمثل لي التورك، والاف ان هي راح تمثل لي طبعا ما راح ناخذ الاف ان، هي الاف ان راح تكون مباشره على السنتر، راح تكون قوتها تاثيرها مباشره على هذا السنتر، والاف تي هتكون نورمال بالنسبه لهذا اللاين، فهي هذه الاف تي هتكون تدخل عندي بالتورك، فالاف تي هتكون 2 في التي على الدي، طبعا هي التورك على الدي على 2، عندي التورك يساوي الاف تي في الدي على 2. نرجع نحسب يعني نعوض هاي القيم، راح نحسب الاف تي، الدبليو شو راح تكون؟ احنا نعرف انه ترتيب القوى راح تكون بهذا الترتيب، يعني هاي ثابته عندي، فعن طريق الاف تي انا اقدر احسب الدبليو. فالدبليو شو راح تكون؟ هي الاف تي على كوساين الالفا، لان يعني الكوساين احنا نعرف راح يكون هذا المجاور على الوتر، فراح يكون هاي القيمه مالته، فالدبليو حتكون الاف تي على كوساين الالفا، نعوض هاي القيمه هيطلع عندي قيمه الدبليو. الدبليو انا بيش استفاد من عندها؟ هسه نجي نشوف، نقدر نحسب من المومنت، احنا حسبنا التورك مو صح؟ نحسب بعدها المومنت اللي ياثر على الشفت، المومنت حيكون هذا قانون. زين هذا قانون مين يجي؟ هسه نجي نشوف، انا عندي هذا الشفت اوكي، عندي دبليو تاثر بالمنتصف، وعندي حيكون بما انه دبليو تاثر بالمنتصف راح تتوزع القوه هنا دبليو على 2 ودبليو على 2 اوكي. احنا اخذنا الدبليو ما اخذنا الاف ان فقط، اذا ناخذ فقط الاف ان فلازم ناخذ الاف تي ايضا، وبعدين ناخذ هاي التربيع زائدا هذه التربيع وتحت الجذر، يعني ناخذ الجذر مالتها في اول تالي احنا ناخذ قيمه دبليو. راح نشوف بغير امثله احنا لازم ناخذ مو قيمه دبليو فقط، لازم نحلل القوه. هنا بما انه عندي قوه واحده نقدر ناخذها مباشره هي الدبليو، فالدبليو هتكون منا يعني بالمنتصف، يعني منا ال على 2 ال على 2، هذا شكل البيم اللي راح يكون عندي. اذا نيجي نرسم البندنج مومنت، انا يعني كل شيء يهمني ارسم البندنج مومنت، التورك بسهوله وجده بس البندنج مومنت شلون شلون احسب المومنت اني بالنسبه لهذه الحاله، يعني يمكن كل حاله تختلف يعني مو ثابته هذه، فلازم ارسم البيندنج مومنت مالتي واشوف وين اعلى شيء وين الماكسيمم. انا اعرف بالنسبه لهذا الشكل البيندنج مومنت راح يكون على شكل هذا المثلث، وتكون قيمته هي دبليو في ال على 4، من جت هاي دبليو في ال على 4 بعد انا ما رسمت البيندنج مومنت، انه اعرف انه المومنت عند هاي النقطه او عند هاي النقطه راح يكون
نجي ناخذ القوة اللي هي على اليسار، كم قوة عندي؟ دبليو على 2، نضربها في الذراع مالته، راح يكون دبليو على 2 في ال على 2، راح يكون المومنت عند هاي النقطة ايش قد؟ دبليو في ال على 4، لان راح يكون دبليو في ال 2 ويا ال 2 راح تكون 4. بعد هاي النقطة راح يكون المومنت مالتي دبليو في ال على 4 فحسب هذا القانون. فأني لازم أرسم البيندنج مومنت من عنده، آخذ يعني بيندنج مومنت دايجرام من عنده، آخذ المومنت اللي هي الماكسيمم عند نقطة معينة وأصمم على أساسها حتى أحسب قيمة الدي. فبالنسبة لهذا الشكل طلعت عندي دبليو ال على 4. الدبليو أنا أعرف قيمتها، حسبتها سابقا هي 3387، في ال اللي هو 0.2 لأن عندي ال 200 كان حوله إلى متر، هو 200 مليمتر، ف0.2 على 4 يطلع عندي قيمة المومنت 169.4 نيوتن متر. فهسه أنا وجدت التي وجدت قيمة المومنت. من هذا إني أنا شو أحسب؟ التورك إكوفالنت. التورك إكوفالنت شو راح يكون؟ المومنت تربيع زائد التي تربيع تحت الجذر، يعني بهاي البساطة نعوض القيم المومنت وقيمة التي، عوضنا قيمتها وجدنا التورك إكوفالنت. شوفوا أنا ما اعتمدت على هذا، ليش؟ شوف الناطر عندي 292، هنا 238، يعني الاكوفالنت اعلى، فانا لازم اعتمد على الاكوفالنت. يعني ما ممكن انه اهمل المومنت، لان تاثير المومنت ايضا ياثر على الشفت، فبالتالي لازم اخذ المومنت واخذ التورك واوجد الاكوفالنت من عندهم وارجع اسويها بالقانون مالتي اللي هو باي على 16 تاو في دي اللي اس 3. التاو منطيني قيمتها 45، فمجرد ما اعوض القيم اللي عندي هنا 45 وهنا عندي 8.84، هاي بعد ما أبسط هاي القيمة فيكون دي للأس 3. بعدها أحسب الدي راح تكون عندي، يعني مجرد تبسيط لهاي المعادلة، فهيطلع عندي دي قيمتها 32. أحد عنده سؤال بالنسبة لهذا المثال؟ 32 مليمتر، هنا ما واضحة بالصورة، فهذه قيمتها 32 يعني مليمتر، ثبتوها تكون 32 مليمتر. خلينا نجي على المثال الثاني حتى تتوضح بعد اكثر. اذا نشوف احنا المثال السابق عندي فقط الجير، اذا كان عندي بولي، هسه بالنسبه لهذا السؤال يكون عندي جير ويكون عندي بولي. بولي هذا يعني يكون عليه بيلت، اوكي؟ فالبيلت ايضا ينقل باور، ينقل عن طريق الشفت. يعني اذا نجي هنا نشوف شلون راح يعني تتم العمليه. خلينا نفرض ان هنا عندي موتور، يعني هنا أنا عندي جير اخر يعني مثبت على موتور، فالباور راح تيجي من الباور راح تيجي عن طريق هذا اللاين اللي دا ارسمه، فنقول تطلع منه بهذا الاتجاه. فعندي باور تفوت من الموتور تمر عبر هذا الجير، بعدها ينقلها هذا الشفت عن طريق يعني هذا الشفت، تنقل الى البولي، تنقل الى فد ماكينه معينه او فد ماشين اخر، يعني يؤدي فد وظيفه معينه يعني حسب ما انت مصمم. فانا اللي اريد اصممه هو الشفت، اللي اعرفه او كمعطيات بالنسبه لي راح تكون هنا. اذا ندي بالسؤال يعني عندي سبورتد شفت از سبورتد اون بيرنجز، يعني هنا عندي البيرنج اي والبيرنج بي مثبت، الزاويه هي 20 بالنسبه للسبار جير، يعني هذا الجير راح يكون الزاويه مالتي اللي قلنا عليها من اللي نحسب قيمه الدبليو هي قيمتها 20، هيكون ستريت، يعني هذا ما يكون مائل. يعني من يكون عندي مائل بزاوية، يعني تشوفون هنا عندي ستريت، إذا كان مائل لازم هم ينطيك الميلان، لأن هذا الميلان راح يحلل القوة أيضا، يحللها بهالاتجاه، راح يصير عندي أكسيال. إحنا ما بدنا نحكي على هذا الشيء هسه، فقط عندي يكون سبار جير مجرد ما يكون عندي يعني مثل ما تشوفون هنا، يعني نفس المثال السابق. فاللي يهمني الزاوية 20 حتى أحسب من عندها الإف تي واحسب النورمال. هنا هاي حتمثل الاف تي، يعني هاي حتكون قيمه العفو، هذه النورمال يعني هاي الاف ان، وهاي عندي الاف تي، اوكي؟ فهاي حتكون الاف تي والاف ان، لان هذا عندي الجير، يعني هذا اللي بدنا نشتغل عليه، هذا الجير وهذا البولي، اوكي؟ حسب ما موضح هنا البولي دايمتر مالته اكثر من الجير، وهذا الجير وهذا عندي البولي. فايضا البولي بقوت يعني تي 1 وتي 2. هسه نيجي نشوف احنا بالتصميم مال البولي، بس مو هسه يعني بالمحاضرات القادمه، يعني يكون عندي تي 1 تنشن على الجهتين، يعني يكون بالنسبه للبولي انا اعرف عندي من هنا راح يكون بيلت بهالاتجاه، يكون عندي هنا بيلت، راح يكون عندي هنا قوه
بيكون هنا أقوى. فهاي تي 1 هي أكبر من تي 2. بالسؤال نعطيني إنه تي 1 ويا تي 2 هي 3، يعني هنا أنا إذا كان عندي 1000 أو هنا يكون عندي 3000 نعطيني تي 1. تي 1 3000، فإذا تي 2 راح تكون 1000، يعني هنا تي 2 حسب ما نعطي السؤال حتكون قيمتها 1000، 1000 نيوتن. فهاي المعلومات اللي عندي، منطيني الدايمتر قلنا للجير 600، منطيني للبولي 700 دايمتر، يعني كل هاي المعلومات. هذه الزاوية 180، يعني ما بين التي 1 والتي 2 راح تكون الزاوية 180 بين هاي التي 1 والتي 2، يعني هاي الزاوية كلها تكون 180. وبعد ايش عندي؟ فلاي ويل، يقول هو البولي مالتك اعتبره فلاي ويل وزنه 200، يعني عندي قيمة الدبليو هي وزن الفلاي ويل، يعني هاي الدبليو هتمثل وزن الفلاي ويل اللي هو موجود عندكم وزنه 2000، فالدبليو هي قيمة وزن اللي هي قيمتها 2000، هتكون احنا نعتبرها 2000 كما اعطانيها بالسؤال. اذا ما ذكرها نتركها. هنا قلنا الماكسيموم تي 1 3000 والتي 2 راح يكون 1000 حسب الريشيو اللي نعطيها 3 الى 1، راح نعتمد انه هاي 3000 وهاي تي 2 راح تكون 1000. زين، هنا المطلوب ماكسيموم بيندينج مومنت. شلون نحسب الماكسيموم؟ مثل المثال السابق نفس الخطوات هسه نجي عليها. والشفت دايمتر اذا كان عندي الاوبل شير ستريس، هنا منطاني الاوبل شير ستريس قيمته 40، فلازم نحسب السايز مال الشفت او حجمه او يعني قياس الشفت ايش قد، يعني هو الدايمتر. يكون عندي التاو قيمته، يعني هذا التاو هيكون 40 ميجا باسكال. نجي اول خطوه، فاحنا قلنا تي 1 والتي 2 الريشيو مالتهم 3، فنحسب التي 1، تي 1 هي 3000، فتطلع عندي التي 2 1000، يعني نقسم على 3، 3000 على 3 يطلع عندي قيمة التي 2 1000. هاي بالنسبة للبولي، مثل ما قلنا تي 1 ويا تي 2 الريشيو بيناتهم 3، فهاي 3000 التي 2 راح تكون 1000. هنا عندي شغلة كلش مهمة، بما انه عندي معلومة منطيني او القوة هنا منطيني اياها بالنسبة تي 1 والتي 2، اقدر احسب من عندهم التورك. اذا نرجع قبل هذا السلايد، السؤال ما منطيني باور وما منطيني سرعة دورانية بالنسبة لهذا البولي، فما اقدر احسب التورك من الباور. يعني هذا مثال يختلف عن السابق بنقطة انه انا احسب التورك. هنا انا بهذا المثال اذا تلاحظون، إذا تقرأوا السؤال ما بي أي معلومة عن الدوران، يعني سرعة دورانية، وماكو أي معلومة عن الباور. فأنا منين أجيب التورك العزم اللي يأثر هنا؟ لأن أنا أعرف إنه الباور ده تدخل منه تخرج من البولي، فهنا ماكو عزم، يعني العزم اللي ده يصير عندي، يعني انتبهوا على هاي الشغلة، العزم فقط ده يكون من هاي النقطة لهاي النقطة. هنا أنا ماكو تورك، هنا أنا تورك ماكو، فقط بيندنج مومنت. هاي المنطقة فقط بها بيندنج مومنت، هاي المنطقة فقط بيندنج مومنت. هاي هنا عندي بيندنج مومنت وهنا أنا بيندنج مومنت. هاي المنطقة، هاي المنطقة راح يكون بيها تورك، راح يكون بيها مومنت، يعني بيندنج مومنت. فبالتصميم أنا عندي هاي المنطقة كريتيكال، هاي المنطقة كريتيكال ده يصير بيها بيندنج مومنت وتورك، فراح تفشل يعني ممكن. فالدايمتر هنا لازم يكون أعلى، يعني قيمته أكثر من الدايمتر هنا الموجود. من الصمم هاي المنطقة هيكون بيها مثل ما قلنا، يعني ملاحظة كلش مهمة سجلوها عندكم. من يفوت عندي الباور منها من هاي النقطة ينتهي بهاي النقطة ويرجع هنا، فهاي المنطقة دخول الباور راح يكون بيها تورك، بيها بيندنج مومنت، فهاي المنطقة كلش راح تكون بالتصميم لازم انتبه عليها. اوكي، خلينا نكمل. فقلنا احنا التورك شلون نحسبه؟ بما انه عندي تي 1 وقيمة التي 2، راح يكون التورك هو يعني هذا القانون البسيط، لان عندي تي 1 ناقصه من التي 2 راح يعطيني قوه واحده، وهاي القوه اضربها في دي على 2 اللي هي الار دي، هي هتكون 700 على 2 هي 350. يعني الار دي ايش راح تمثل؟ راح تمثل المسافه من السنتر، يعني من هذا السنتر الى هاي المسافه، يعني هاي المسافه كلها، وهاي الار دي، وهاي المسافه هي الار دي، وعندي تي 1 ناقصا تي 2 راح يطلع عندي اللي هي 2000 في الار دي راح تعطيني التورك. فانا هنا أنا من هذا القانون حسبت التورك. هاي الطريقه الثانيه انه احسب التورك عن طريق البولي، يا اما احسبها عن طريق الجير يكون عندي باور واوميجا، او عن طريق البولي تي 1 ماينس تي 2 في الار دي. فهنا جبت لكم طريقه ثانيه نحسب من عدد التورك. زين،
انا اريد احسب هذين القوى كلهم اللي تاثر على الجير. يعني اذا نجي نحلل هذا الشكل اللي عندي هنا، عندي قلنا تي 1 وتي 2، هاي بالنسبه للبيلت. بالنسبه للجير عندي قوه نورمال اللي هي هذه قلناها الاف ان، وهذه الاف تي، هي هتكون تكون يعني شلون عموديه على هذا اللاين، هاي الدبليو اتش دبليو سي اتش. عندي دبليو سي في اللي هي هتكون نورمال حول على السنتر. اوكي، هاي بالنسبه للجير يكون عندي قوتين، يعني قوة تانجنشال وقوة نورمال عمودية، بالإضافة إلى الدبليو هو وزن البولي. هاي الدبليو هتمثل وزن البولي اللي عندي. فنحسب الدبليو سي اتش شو حتكون؟ احنا قلنا دبليو سي اتش يعني هاي القوة، يعني هاي القوة في الذراع، في هذا الذراع شو تمثل التورك؟ يعني التورك حسبته، فحتكون التورك على الار سي. الار سي هي هاي المسافة اللي حددتها. إذا نرجع هنا، فهاي قيمة الـ R C، R sub C، فهاي المسافة الـ R sub C نقسم التورك عليها، فالتورك على الـ R sub C هتكون الـ WCH، الـ WCH راح يكون التورك على الـ R sub C، لأن التورك أنا أعرفه هو راح يأثر هنا، فهاي قيمة التورك. حسبنا WCH، بعدها نحسب الـ WCV، شلون نحسبها؟ إحنا نعرف هذا القانون مالتنا اللي هو الزاوية، هي قيمة ألفا. يعني إذا نجي نرسم هاي القوة هنا، هاي ال سي في وهاي ال سي اتش، يعني هاي دبليو سي اتش سي اتش وهاي دبليو سي سي في، الزاوية مالتي شو راح تكون؟ هي الزاوية المقابل تان، المقابل على المجاور. فهاي الزاوية مالتي إذا نكمل هذا اللاين اللي هي راح تكون الدبليو أو القوة العمودية على الجير، هي هاي الزاوية ألفا معطيني اياها بالسؤال، هاي الزاوية ألفا، راح يكون التان الألفا يساوي مقابل على المجاور، يعني دبليو سي في على دبليو سي اتش، مجرد قانون مال يعني المثلثات، راح يطلع عندي قيمة الدبليو سي في. لازم هذا اعرفه، يعني اتعامل ويا المثلثات بالنسبة للجير، هاي تمرنوا انتوا عليها حتى شوية تضبطوها أكثر. فخلني نجي نمسح حتى نسوي مجال. اوكي، حسبنا ال WCV WCH، عرفنا شلون نحسبها. نجي هسه نخلي هاي القيم على الشفت، هذا اللي باللون الازرق هو الشفت اللي عندي. احنا اذا نشوف هنا عندنا بولي، عندي نقطة دي، وهنا عندي دشلي. فاذا ناخذ الفيرتيكال لود دايجرام او عندي الهوريزونتال، يعني انا اذا اجي هنا اشوف بهذا المنظور اللي عندي، راح يكون عندي هذا الفيرتيكال، هذا الفي، وعندي هذا بهالاتجاه هيكون ال H. فلاحظوا القوى اللي عندي شلون متوزعة، عندي قوة متوزعة باتجاه ال H، وقوة متوزعة باتجاه ال V. فالقوة المتوزعة باتجاه ال V هتكون WCH CV وال W اللي هي الوزن من الفلاي ويل، هذا اللي هو البولي. فنجي على أول واحد اللي هو الفيرتيكال، قيمة ال V اللي هو باتجاه ال V اللي هو هذا. كم قوة عندي متوزعة هنا؟ عندي دبليو سي في إلى الأسفل، وعندي الدبليو. دبليو سي في هتأثر على الجير، لأن هنا عندنا الجير، في عندي النقطة سي اللي هي ايش قد؟ هاي القيمة جبناها خليناها هنا. نيجي على النقطة دي، ايش عندي قوة؟ عندي قوة من الفلاي ويل اللي هي قيمة الدبليو اللي هي قيمتها 2000، الدبليو هي 2000، جبناها وين عوضناها؟ هنا، هاي قيمة الدبليو. هاي بالنسبة للفيرتيكال. بالنسبة للهوريزونتال اللي هو بهذا الاتجاه، هوريزونتال إذا نقول اكس، ممكن أسميه اكس أو اتش حسب التسمية أنتم اللي تويتهم، أو شوفوا أنت شلون تسميها، هاي نقدر نسميها واي، فحسب يعني التسمية عليكم، أو حسب البلين، ممكن تقول هذا توب بلين، هذا الفرونت بلين، فحسب أنت، فهي كلها نفس الشيء. نيجي على الاتش، هي هتمثل بهذا الاتجاه او باتجاه الاكس. كم قوه عندي؟ عندي تي 1 دبليو سي اتش وعندي تي 2. اقدر اختصر هذني تي 1 وتي 2 بمقدار واحد، هي تي 1 زائد تي 2. اوكي، فهاي اقدر الغيهن، يعني هنا فيكون عندي فقط تي 1 زائد تي 2 ودبليو سي اتش. فنجي على دبليو سي اتش، وين تاثر على الجير؟ الجير وين مكانه؟ هنا بالنقطه سي. فهذه عندي النقطة سي، عندي دبليو سي اتش، فنجي على الدبليو سي اتش اللي هي هاي القيمة، ناخذ هاي القيمة نجي نعوضها هنا 2333.
نجي عند النقطة دي اللي هو البولي اللي هو باتجاه الاتش، احنا بدنا نحكي عن الاتش. فعندي كم قوة؟ عندي تي 1 زائد تي 2، هاي الف اللي هي التي 2 وهاي الف ين، فيكون عندي 4000. انا نجيب هاي القيمة 4000، هاي معناتها تي 1 زائد تي 2. اوكي، هاي جبناها منين؟ من تي 1 زائد تي 2 اللي هي تأثر وين؟ على البولي. يعني هذا الجزء نعرفه البولي، وهذا الجزء راح يكون الجير. من وزعت هاي القيم اقدر اوجد الفورسز اللي تأثر على النقطة A والB بالنسبة للفيرتيكال، والقوة اللي تأثر على النقطة A والB بالنسبة للهوريزونتال. هاي انتوا اخذتوها بالستاتيك، يعني ما اريد احنا نرجع عليه بالتفاصيل انه شلون احسب، بس هو قانون عندكم بسيط اللي هو ناخذ السميشن مومنت حول النقطة B، يعني ناخذ المومنت حول هاي النقطة، شو راح يكون؟ هذه القوة في هذا الذراع يساوي هاي القوة في الذراع مالتها حول هاي النقطة، زائد هاي القوة في ذراعها اللي هي حول هاي النقطة، وتساوي صفر. لازم نراعي الاتجاهات، إذا كان الاتجاه بهذا الوضع، يعني إذا أخذنا كلوك وايز نعتبره موجب، هذا راح تكون موجب ناقص هذه ناقص هاي القيمة، لأن عكس اتجاه عقرب الساعة، تساوي صفر. ونشوف نطلع من عدد المجهول اللي هو الار في، راح يطلع عندي قيمته 1261.75 نيوتن. هذا ناخذ سميشن اف واي تساوي صفر، هاي عندي معلومة، هاي عندي راح تكون مجهولة، فأقدر أحسب الآر عند البي في، يعني عند البي عند النقطة بي، والفي يقصد فيرتيكال، نقدر نحسب هاي القيمة. أنتم جربوها حلوها بيكم، شو طلعتكم نفس النتائج. نفس الحالة أجي عند الآر أي إتش، هم ناخذ مومنت حول هاي النقطة عند النقطة بي. أوكي، شو راح تكون؟ هذه في الذراع مالتها، هاي يمكن المسافة 800 عندي، فار اي اتش في 800 ناقص 200 2333 في هاي المسافة 600، اتوقع هاي المسافة كلها 600، ناقصا 4000 في هاي المسافة اللي هي 250، يطلع عندي الار اي اتش. بعدها احسب الار بي اتش عن طريق السميشن اف واي، يعني عندي هذا القانونين، ذن هي المومنت حول النقطة بي تساوي صفر، والسميشن اف واي تساوي صفر، اقدر احسبها عنده. يعني هذني القيم هي الار عند النقطة اي وعند البي. رياكشن فورس، مجرد انه انا احسب الرياكشن فورس، يعني هاي ما اريد نفوت بتفاصيلها لان الموضوع سهل وماخذيه سابقا. من حسبت الار اي في والار بي في، خلينا نقول هسه نيجي نشتغل فقط على الفيرتيكال، راح ناخذ بس هذا المثال، وبعدها اعود على الاسبوع الجاي نكمل، لأن صارت شوية كثير عليكم، فخلي ناخذ هذا المثال نكمله نشوف إذا واضحة أو لا. إحنا قلنا الـ RAV هاي المسافات اللي عندي ثبتتها 200 350 250 من السؤال، نشتغل على الـ Vertical. أوكي، فنجي نحسب الـ Bending Moment. شلون نحسب الـ Bending Moment؟ راح يكون إنه أمد هذا الخط، يعني أرسم هذا الخط، بعدها نجي عند النقطة A. طبعا المومنت راح يكون صفر عندي عند النقطة A، فخليه هنا أنا صفر. عند النقطة سي شو راح يمثل؟ إذا نجي هنا لازم ناخذ قيمة الـ RAV اللي هي هذه 1261.75، نضربها في الذراع في الـ 200، راح يعطيني هاي القيمة، راح يكون المومنت حول النقطة سي. نجي المومنت حول النقطة دي شو راح يمثل؟ اللي هي الـ RAV اللي هي هاي القيمة مالته في ذراع مالته كله اللي هو 200 زائد 350، يعني 550. الـ RAV في 550 ناقص هاي القيمة اللي هي 849 في 350، راح ينطيني المومنت حول هاي النقطة. هاي بالستاتيك، يعني عندنا نحكي شلون أرسم المومنت بالنسبة للفيرتيكال. بالنسبة للهوريزونتال نفس العملية، هم نجي هاي القوة في الذراع، أحسب المومنت حول هاي النقطة، إحنا نعرف هاي النقطة صفر، نبدي بالصفر. هاي النقطة شلون أحسبها؟ هاي القوة في الذراع مالتها، نوجد المومنت حول هاي النقطة، حول النقطة دي راح يكون هاي القوة في ذراع اللي هو 550 ناقصا 2333 في 350 في هاي المسافة، راح يطلعني هذا المومنت. حاولوا انتم بيها، حاولوا بيها وشوفوا القيم شلون راح تطلع لكم. هسه احنا وصلنا لهاي المرحلة، هاي البندنج مومنت لازم تتمرنون عليها، يعني الا تغلطون، يعني انا جيت من سويتها اكثر من مرة، يعني الا تطلع عندك خطأ بمكان معين، فحاول تتمرن انه شلون تكون هذا البيندنج مومنت. اخذ نفس السؤال وعيده، شوف القيم مالتك شلون راح تطلع عندك،
فحاول تعيد حتى لو هو السؤال نفسه، لازم تعيده مرة مرتين حتى تتقوى إيدك وتعرف شلون تحل. يعني هذه كلها أخذتوها بالستاتيك، يعني ده نرجع عليها. مع هذا أريد يعني حتى يعني شلون تتقوم بها بعد أكثر. يعني بالنسبة للشفت كلش مهم، تقريبا يشمل كل المواضيع، فركزوا على هذه النقطة إنه شلون أكون البيندينج مومنت دايجرام. أوكي، فهو بسيط يعني ما أراد لشيء. بعدها أنا أحسب الريزلتنت. هذا الريزلتنت شو يقصد به؟ إنه أجي هنا حاجي وين اخذ بالنسبه للفيرتيكال وللهوريزونتال. يعني انا اعرف عندي يعني هذا الرسم، هذا الفيرتيكال وهذا الاتش، انا اريد احسب الريزلتنت يعني مجموع مال اثنين، يعني اخذ المجموع مال اثنين يعني يكون هذه قيمه الار. يعني هو اذا كان بالهوريزونتال بالفيرتيكال راح يكون هذا التربيع زائد هذا التربيع حتى يطلع عندي المجموع اللي هو الريزلتنت المحصله مالتهم، يعني بالاحرى المحصله. وهاي القيمة أنا شلون حسبتها؟ أخذت هذا القيمة تربيع، يعني أخذتها التربيع زائد هاي القيمة التربيع، خليتهم تحت الجذر، فطلع عندي القيمة مالتي اللي هي هذه، هي راح تكون هذه التربيع زائد هاي التربيع تحت الجذر، فيعطيني هاي القيمة. نفس الشيء هذه اللي هي المومنت حول النقطة دي، راح يكون هاي التربيع زائد هذه القيمة التربيع اللي هي الماكسيموم عند هاي النقطة، ونحسب من عندها المومنت عند الدي. راح يكون المومنت عند السي مثل ما قلنا هاي التربيع زائد القيمه هذه التربيع، ويساوي عندي هاي القيمه مومنت عند السي. والمومنت عند الدي نفس الحاله، فوين راح يكون عندي الماكسيمم؟ الماكسيمم مبين هنا راح يكون عند النقطه دي اللي هي 922 نيوتن مليمتر. فمن اصمهم اجعل النقطه دي هي راح تكون كريتيكال عندي، لان المومنت راح يكون عالي جدا، لان انا اعرف زين. سؤال هنا، التورك ايش قد قيمته؟ يعني عند النقطة سي وعند النقطة دي انا ذكرتها يعني بالبداية، يعني راح يفوت عندي باور منها ويخرج الباور منها، التورك راح يبقى ثابت، التورك يبقى ثابت عندي من النقطة سي الى دي. يعني دخل الباور عندي من هاي النقطة خرج من النقطة دي، خلينا نفرض انه دخل منها وعندي خرج من النقطة دي، التورك عندي ثابت. فعند اي نقطه هو التورك ثابت، فانا من اجي اصمم عند النقطه دي لان عندي بيها الماكسيمم بيندنج مومنت. اوكي، فالتصميم هنا راح يكون على هذا الاساس، ناخذ الماكسيمم بيندنج مومنت اللي هي ناخذ الام دي هي الماكسيمم، وعندي التورك انا حسبته سابقا من التي 1 والتي 2 والذراع مالتهم، فبالتالي انا ما ظل عندي شيء، حسبت التورك وحسبت المومنت. بعدها اذا نجي دايمتر مال شافت اللي هو نحسب التورك ايكوفالنت، ناخذ المومنت اللي هو الماكسيمم عند النقطه دي اللي هو هاي قيمته 922، ناخذ التربيع. التورك ايش قد قيمته؟ وجدناها 700 بالسلايد السابق واللي بعده، اخذناها اللي هي حسب ما حسبناها هي 700 ألف، فطلع عندي التورك 1,158,000 تقريبا 1,391 نيوتن مليمتر. احنا نعوض القيم بالنيوتن مليمتر حتى يكون عندي نيوتن مليمتر، فحتى نعوض قيمة الـ يعني التاو نعوضها نيوتن على المليمتر، او ناخذها مثل ما هي ميجا باسكال، تطلع عندي النتيجة الدايمتر بالمليمتر، يعني هاي ثابتة عندي. فاخذ هاي القيمة مليون اللي هي تي اي باي على 16 التاو في دي للأس 3. التاو انا عندي معلومة قيمتها 40 ثانية، هذا السؤال يعني هاي الالاوبل تورشنال شير ستريس، مجرد ما اعوض التي اي واعوض هنا القيم فاقدر احسب قيمه الدي. خلاص هاي القوانين طلع عندي 82.8 ملم، او اقدر اعتبرها 55، فالدايمتر مالتي لازم يكون تقريبا 55 ملم بالنسبه للشفت او بالنسبه لهذا التصميم اللي عندي.